وللحديث عن دور ميليشيا حزب الله في نشر وتهريب المخدرات في المنطقة ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. يا هلا، مساء الخير. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع صرح أن لبنان أصبح يتصدر المنطقة في تهريب مادة الكبتاغون المخدرة برعاية ميليشيا حزب الله، كيف ترى هذا التصريح؟ وهل يمكن قراءته في إطار الصراع السياسي أم في إطار إقرار الواقع؟ هو بالطبع يعني هذا هو الواقع الأليم، يعني هذا ليس بصدد خلاف سياسي أو تصفية حسابات سياسية. نحن نعلم بأن الحدود اللبنانية السورية متفلتة وهي تحت سيطرة ميليشيا حزب الله، وخير دليل بأن يعني حزب الله دخل الأراضي السورية منذ عام 2011، يعني بعد اندلاع الثورة السورية، وكانت تحت سيطرته، يعني دخل في بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بدون أي عائق، وكما دخل في الأسلحة والآن يهرب المخدرات ويقوم بزراعة يعني المخدرات وجميع المزروعات الممنوعة في مناطق يحتلها من الأراضي السورية في محافظة حمص تحديدا، مثل بلدة لقصير الحدودية مع لبنان، فضلا أنه يسيطر بشكل فعال على الموانئ اللبنانية لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي. فهو يخضع لاستثناءات بقرار من البيان الوزاري اللبناني للحكومات المتعاقبة، لأنه على اعتبار أنه بين قوسين مقاومة، وبالتالي لا يخضع لأي تفتيش، لا يخضع لأي رسوم جمركية. هناك خط أخضر في مطار بيروت تحت سيطرة الجهاز الأمني لحزب الله، لا تعلم السلطات اللبنانية ماذا يدخل وماذا يخرج من هذا الخط الأخضر، وكذلك الحدود المفتوحة والمشرعة أمامه بين لبنان وسوريا. فعمليا الزراعات الممنوعة تخرج من سوريا إلى لبنان عبر عمليات تهريب يقوم بها حزب الله، ثم يصدرها إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي. طيب، الأردن والسعودية والعراق ومصر مستهدفين جميعا من قبل ميليشيا حزب الله لترويج المخدرات، لماذا هذا التحول الكبير لفصيل يصف نفسه بأنه مقاومة؟ إذا ما الفرق بينه وبين إسرائيل؟ يعني نحن نعلم بأن عمليا يعني إن كان حزب الله أو النظام السوري يحاولان إغراق العالم بالأزمات، سواء بالإرهاب، بالعمليات الإرهابية العابرة للحدود، أم من خلال الجرائم الدولية المنظمة وعلى رأسها تجارة المخدرات. يعني نحن نعلم بأن بشار الأسد حول سوريا إلى دولة مصدرة للمخدرات، وحزب الله كذلك. فلا أخلاق يعني تضبط أنشطة هؤلاء. نحن نعلم بأن هؤلاء يعني مرتكبو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يعني ليس هناك ضوابط أخلاقية لنشاطهم، فضلا أنهم يعني يسعون من خلال تجارة المخدرات إلى تمويل هذه الأنشطة الغير مشروعة أو الإرهابية. أضف إلى ذلك بأن تصدير الأزمات من خلال النظام السوري أو من خلال حزب الله سيعود عليهم بفائدة من ناحية سياسية، بأن العالم سيضطر إلى المفاوضات معهم حول سبل معالجة هذه الأزمة، أو من خلال التطبيع معهم أو رفع العقوبات باعتبار أن المخدرات مصدر للتمويل. طيب، إلى أي مدى ترى أن تأثير العقوبات الأمريكية أستاذ نبيل، إلى أي مدى ترى أن تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وقياداتها وقيادات من ميليشيا حزب الله قد ألقى بظلاله على هذا التحول في استهداف ميليشيا حزب الله وسوريا دول الجوار بالمخدرات؟ يعني طبعا حزب الله محاصر ماليا على الأقل في لبنان، يعني هناك حصار مالي وهناك أزمة مالية تعصف باللبنانيين من خلال سيطرته على الدولة اللبنانية وإفلاسها، إفلاس الخزينة العامة. هذه العقوبات طبعا يعني سيذهب حزب الله إلى يعني مصادر تمويل أخرى
من أجل تمويل أنشطته ومن أجل إسكات جمهوره نعم. وشراء الذمم السياسية في لبنان. نحن نعلم بأن هناك سياسيين في لبنان كانوا يعني ممولين من حزب الله، وبالتالي هذا التمويل قد انقطع. لابد من مصادر تمويل يعني استمرار هذه القبضة والسيطرة على بعض السياسيين في السلطة اللبنانية، وبالتالي هناك يعني مصادر تمويل أخرى، ولكن مصدر التمويل الرئيسي والذي يدر يعني مالا وفيرا وعملة صعبة هي المخدرات، لذلك يلجأ حزب الله إلى هذه التجارة. هذا التوحش الذي أصاب ميليشيا حزب الله باستهداف الدول العربية بالمخدرات، ألا يكشف برأيك حالة الارتباك والتخبط الذي يعيشه قادة الميليشيا في الضاحية ومن يديرون أمورهم في طهران؟ يعني نحن نعلم بأن يعني نشاط هذه الميليشيات المدعومة من إيران سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في البحرين والكويت ولبنان أيضا، يعني الهدف منها كان الإضرار بهذه الدول بالمجتمعات تحديدا. نحن نعلم يعني ماذا صنعوا في العراق، كيف حولوا العراق من أرض وبلاد للعلماء العرب والمفكرين إلى دولة بائسة فقيرة. يعني نحن نستغرب بأن العراق الغني، البلد الغني الذي يملك الثروات، يعني تنقطع فيه الكهرباء، تنقطع فيها الخدمات. أيضا سوريا حولوها إلى ركام، ولبنان حولوه إلى بلد مفلس وفاشل. عمليا تصدير المخدرات أيضا إلى دول الخليج العربي وراءه أيضا عملية مفسدة جديدة للمجتمعات. يعني هذا الدور الذي تقوم به الميليشيات بالوكالة عن أعداء المنطقة يعني دور كبير، وأظن أنه أن هذا الدور يعني غير يعني منفصل عن رؤية أعداء هذه المنطقة لتشتيت هذه الدول، فساد المجتمعات، تدمير هذه الدول والبلاد وتحويلها إلى بلاد ودول فاشلة. وهذا ما صنعته الميليشيات الإيرانية بالوكالة عن 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 هؤلاء الأعداء. يعني عندما يتحدث حزب الله بأنه يحارب إسرائيل ويهدد إسرائيل وتقوم بالتالي إسرائيل بتهديد لبنان، يضحك اللبنانيون بأن يعني ما صنعه حزب الله في لبنان لم تصنعه إسرائيل، وبالتالي ما صنعه في سوريا أو في العراق. رئيس منظمة لايف الحقوقية الأستاذ نبيل الحلبي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.